السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم إن شاء الله راح نحضروا طاجين زيتون بطريقة مختلفة، يجي بزاف بنين، يجي هايل. وقبل لا نبداو ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في اللايكات وبارتاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفادة. على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. هنا كما راكم تلاحظوا نحتاج 2 من صدور الدجاج لبلون دو بولي، وتبقى الكمية دائما نستعملها على حسب أفراد العائلة. راح نقطع صدور الدجاج، راح نقطعهم على 2 بهذا الطريقة. صدور الدجاج راح نحشيهم بواحد الحشوة رائعة جدا. هنايا حبيت يكون شوية رقيق باش كي نحشيه يجيني ساهل ما يتعبنيش. اذا الحشو تاع اليوم راح يكون مختلف ويكون بزاف بنين. راح نستعمل فيه الفطر والبصل والزيتون الاخضر والمعدنوس، وراح نسكرفج فيهم الثوم. وكما راكم تلاحظوا راح نخلط كامل المكونات اللي تتكون من الفطر والبصل والزيتون الاخضر والمعدنوس، وراح نسكرفج فيهم الثوم. وهذا الحشوة صدقوني والله تجي بزاف بنينة، تزيد لنا بنة للطاجين. ونسكرفج الثوم ونضيف معدنوس. اذا راح ناخذ صدر الدجاج وراح نضيف له القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود. وبعدها راح نحشيه. وهنايا كي تحطوا الحشو ما تكتروش، حطوا قيس الحاجه فقط باش كي ترولي وهيترولا معاكم بسهوله وما يصيح لكمش على الاطراف. هنايا راح نربطه جيدا بالخيط باسكو راح نطيبه في لاكوكوت، من المستحسن تربطه جيدا باش ما يتفتحش في لاكوكوت. وكما راكم تلاحظوا راني ربطتهم جيدا باسكو راح نطيبهم في لاكوكوت باش ما يتفتحوش. راح نروح ندوزن الطاجين. نحتاج بصله مقطعه مع 4 سنينات ثوم،
راح نرحيهم. في هذه اللحظات راني حطيت الزيتون مع شويه ماء فوق النار، راح نغلي الزيتون تقريبا 3 مرات، في كل مره راح نبدل الماء وبعدها راح نحيه ونحطه في ماء بارد. والزيتون من المستحسن دائما تستعملوه نوعيه ممتازه. راح نحط الدجاج فلاكوكوت وراح نرمي عليه البصله والثوم اللي كنت رحيتهم. ونضيف الملح، ما تكتروش، ما تنساوش الزيتون شويه مالح. ونضيف شويه راس الحانوت وشويه فقط من الفلفل الاسود وزوج ملاعق كبار من الزيت. ونضيف ربطة حشيش ومعدنوس وراح نحط لاكوكوت فوق النار ونخليه يتقلى جيدا الدجاج مع ليزيبيس. وهنايا بعد ما تقلى الدجاج مليح مع ليزيبيس راح نضيف كمية من الزيتون ونضيف كمية من الفطر ونمرق بماء سخون. الماء ما تكتروش، الماء توصله سوا مع الزيتون هكذا كما راكم تلاحظوا. راح نخليه يغلي جيدا وبعدها نغلق لاكوكوت ونطيبه. هاوليكم طاجين الزيتون بعد ما طاب، جا ما شاء الله جا هايل. والدجاج بعد ما طاب حمرته في شويه زيت وزبده وقطعته دوائر وقدمته بهذه الطريقه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتحبوها. تهلاو في رواحتكم، في امان الله.